تسخيف واضح يعني. البارحة شنو كان جمعة؟ البارحة جمعة. خابروني من الأنبار ذكروا هاي القضية. قالوا هذه الراتب الشيخ يعني ايه؟ قال هذا راتب المطلقة اه؟ صار مشجع للطلاق. إضافة أكو حالة أخرى هسه ما يروحون يطلقون بشكل رسمي وهم ما مطلقين حتى تأخذ 250,000 يطلعون كل واحد لازم إيده الثاني. هذا القضية لازم يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار. تمام